حاليا نحن متواجدين في محطة ياس، عندنا مبادرة من ضمن مبادرات أدنوك الرمضانية، وهي عبارة عن توزيع وجبات إفطار للسائقين، ومتواجدين حاليا مع عدد من المتطوعين في الشركة. السلام عليكم. السلام. مبروك عليك الشهر. الله يبارك فيك. يبارك فيك. تفضل. هذه رمضان مبارك. رمضان مبارك. شكرا. رمضان كريم من أدنوك للتوزيع.